السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم بإذن الله غندير معكم واحد الجولة في واحد السوبر ماركت تبيع منتجات مغربية زوينة. وكيف ما تتعرفوا هنا في كندا قليل فين تلقاو هاد المنتجات، لهذا جاتني فرصة أنني نشارك معكم هاد الفيديو. كيف ما تتشوفوا هاد المحل عنده منتجات زوينين بحال الطواجن ديال الفخار، بحال زيت أرغان، بحال الزنجلان سمسم، بحال هاد القفيفات اللي تتشوفوا هنايا. هانتوما كيف ما تتشوفوا هاد الطويجنات صراحة زوينين، حتى الطين ديالهم زوين. هاد السوينيات هادو بالنسبة لعشاق الصنع المغربي التقليدي، هاد المجمر حتى هو صراحة هاد القصرية أو الكسعة كل واحد شنو تيقولها، عنده شي حويجات اللي قليل أن تلقاوهم هنايا. وهاد الغربال، المهم غنخليكم مع هاد الفيديو هذا تكتشفوا شنو عنده، وفي الآخر الفيديو غنوريكم شنو المشتريات اللي شريت من عنده. Thank you.
كيف ما تشوفوا هذا هما الحويجات اللي شريت. التمر انا باقي ما طلتوش عليه صايمه، ولكن صراحه تيبان زوين من الشكل ديالو، تيبان زوين بزاف كيف ما تشوفوا. هذه زيت ارغان، عنده اسمنه مختلفه ديال زيت ارغان، كل واحد على المستطاع ديالو. هذا زيت العود ديال المغرب، حتى هو صراحه باقي ما جربتوش. هذه ديال الشباكيه الطون، هذا اتيتا هو ديال المغرب. الزنجلان، هذه اللويزة، هذا الخروب اللي ما تلقاهش راه تتوفر عنده، هذا الغربال، وهذه هي الورقه ديال البسطيله ديال النعيمه. عنده اشكال واحدة اخرى ديال الورقه، لكن انا نفضل هذه الورقه هذه لانها مصوبه من الدقيق الابيض، عفوا مصوبه من الدقيق الابيض ولكن ماشي المبيض، الدقيق الابيض غير لي نون بلونشي. هذا الطاجين حتى هو صراحه الجوده ديالو زوينه بزاف. عنده الصغير وعنده الكبير، هذا الكبير، هذا الشكل الكبير ديالو. انا صراحه من عشاق اي حاجه تقليديه، اي حاجه طبيعيه تتعجبني كيف ما تشوفوش كيديروا زوين، وتا الطين باش مصوب زوين. وهذه هي القصريه، حتى هو عنده جوج الاشكال، عنده واحده صغيره وهذه الكبيره ديالها، هي ماشي كبيره بزاف ولكن حجم متوسط، كاينه صغر من هذه، حتى هي الصراحه عجبتني. وبهكذا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى نكون فدتكم. وبالنسبه للموقع واسم ديال هذا السوبر ماركت غتلقاوه في